هلو، كيفكن يا حلوين؟ اليوم جبت لكم اطيب طريقة لطبخ الستيك بدون ما يكون قاسي، وحتى الاطفال بيحسنوا ياكلوه بكل سهولة. شوفي كيف. بتجيبي قطعة الستيك اللي بتكون بيف بقر وبتكون كتير طرية، قطعتها، ما استنيت لحتى بعد ما اطبخها قطعها، قطعتها وملحتها وبهرتها، وبحط بالطنجرة شوية زيت زيتون وسنين ثوم وروزماري، وبحط الشرحات واحدة واحدة، بقلبهم تقليبة بس لحتى يتحمر وشهم مو أكتر، يعني بس هيك لدعة خفيفة وبطالعون لأنه هنا ما بيكونوا استووا لسه. برجع بحط الباقي فوق بنفس الزيت، وبعدين بتركهم على جنب لحتى يتصفوا شوي ويرتاحوا. وبنفس الزيت اللي قليت فيه بحط الفطر وبحط زبدة ومعلقتين طحين وبقلبهم شوي شوي، وبعدين بضيف مكعبين مرقة دجاج وبكت عليهم مي لحتى يغلولهم غلوتين، وبعدين بنزل شرحات اللحمة عليهم وبغطي وبتركهم ليستووا. في بتحبي تحطي اضافات، جزر، اي شي تاني، في ناس بيحبوا يحطوا شوية خضار. تركتهم 25 دقيقة تقريبا ل30 دقيقة، وبعدين بطنجرة ضغط طبعا، وبعدين شوفي ما اطيبها، وشوفي شو طرية وجوسي، ويا سلام. وبقدم جنبها شوية خضار وبطاطا مسلوقة، وانجوي.